اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ابو المجد، اعتقد ذكريات جميله مع النادي الاهلي. اكيد طبعا يا كابتن. اول ماتش بتلعبه على روبرتو كارلوس، اول ماتش ليك؟ لا 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 مش اول ماتش، لا لا، انا يمكن انا جبت قبلها مش مهم اعتبره اول بموسم. ماتش يا اخي. لا اكيد طبعا، يعني فكره ان انت تلعب قصاد طبعا منتخب العالم، دي كانت حاجه كبيره جدا بالنسبه لنا. ويمكن يمكن من زمان واحنا بنتفرج على الجيل بتاع ريال مدريد دوت واحنا صغيرين. يمكن انا فاكر كلمه كنا في معسكر منتخب، وحسام غالي قاعد معايا ورضا ومجموعه كبيره، وحتى يمكن شيتوس كان معانا، فبنتكلم فروبرتو كارلوس بيلعب، فقال لك تخيل روبرتو كارلوس ده لو لعب على ابو المجد هينفضه. سبحان الله. فبتيجي الايام بقى، والحمد لله يعني كنت طبعا محظوظ ان انا لعبت في الفتره ديت، ويمكن لعبت ماتش تاريخي زي دوت، فالحمد لله يعني عملت شكل كويس. يمكن حتى بعد الماتش رحت خارج لحسام وقلت له ايه رايك اديني لعبت قصاد ريال قصاد فكرته باللي حصل روبرت بقى. بالظبط. فلا كانت حاجه طبعا يعني حاجه الواحد بيعتز بيها. ويمكن فخدت رجله لوحدها، بسم الله ما شاء الله. لا لا هو ما شاء الله يعني لعيب. احنا شفناه لما بطل، لكن لما كان بيلعب ما لحقناش. لا بس انا بقى لحقت بقى. انت لحقت، انت شفته طبعا. لحقت شفته ولعبت قصاده الحمد لله. فلا يعني الموضوع يعني المباراة كانت حاجة يعني الواحد كان يعني ما يحلمش ان هو يلعب قصاد منتخب العالم، يعني حاجة كانت محترمة جدا. طيب خلينا بقى ننتقل الى الفتره اللي بعد كده، لكن برضو قبل بس ما اتكلم معاك في بقيه هذه الحلقه، عايز هو ليه الجيل بتاعكم كله معظمه اشتغل فني؟ يعني هتلاقي مثلا شوقي، شيتوس، ابو المجد، رضا شحاته، محمد محسن، ابو جريشه، ابو مسلم، حتى محمد عبد الواحد، امير عبد الواحد عزمي، تقريبا ده الاسماء اللي كانت تقريبا الجيل يعني. يمكن حسام غالي بس اللي فلت وراح حسام هلال. جمال يمكن برضو خد مين الكارير. جمال؟ جمال حمزة جمال يعني اعلام بالظبط. يعني بس، يعني لما يبقى 11 منهم او 12 فنيين والباقي واحد او اتنين، اعتقد ده يبقى عدد اكبر بكتير. متهيألي دي حاجة كويسة طبعا الحمد لله. يمكن من الحاجات الإيجابية الفترة اللي فاتت إن برضو معظم المدربين الجداد الموجودين دلوقتي معظمهم يعني الأعمار السنية بتاعتهم صغيرة. مظبوط. يمكن خرجنا برضو بره الدايرة اللي هي بتاعت يعني المدربين الخبرات، فيمكن أنا شايف إن دي حاجة إيجابية في الدوري. يمكن برضو كل ما بيبقى السن أصغر كل ما بيبقى برضو الطموح طبعا. والثقافة، وإن أنت تبقى عايز تتعلم وعايز تشوف وتجرب وتدور على أجدد حاجة. يمكن ديت حاجة الحمد لله أنا شايفها إضافة في الدوري حتى من السنة اللي فاتت. معظم يعني الطرق اللعب اتغيرت، أسلوب اللعب اتغير، هتلاقي الشكل نفسه بتاع الدوري أو أسلوب لعب الفرق ما بقاش على نمط واحد زي معظم الفترات القديمة يعني. مظبوط. فيمكن أنا شايف إن دي الحمد لله حاجة إيجابية الحمد لله في الدوري، وبإذن الله يعني يا ريت تستمر إن شاء الله. ان شاء الله تستمر، لكن انا برضو شايف مباراه، ما اعرفش انت هتبص لها ازاي، مفارقات لطيفه يعني، انت ورضا شحاته كمان. يعني تخيل مباراه الداخليه مع المقاولين، كابتن رضا وكابتن ابو المجد مع يعتبر الاب الروحي ليكم طبعا طبعا كابتن كابتن شوقي شوقي غالي. طبعا. بتبصوا يعني الحاجات دي انتوا عملتوها اعتقد في الجونه، او انت في الجونه كنت في في الجونه؟ الجونه طبعا في الجونه نفس لحقته بالظبط. كابتن شوقي؟ لا ما لا لا لحقتوش. لا 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 ما لحقتوش. لا يعني ممكن تكون أول مرة تحصل يعني. بالظبط. يعني طبعا اكيد كابتن شوقي يمكن من الناس اللي ليها فضل علينا كبير جدا، ويمكن زي ما حضرتك قلت يعني يمكن الاب الروحي للجيل كله. لكن يعني احنا المفروض الفتره ديت انتقلنا لحاجه تانية، تنافسية. حاجه تنافسيه. فطبعا انت طبعا اكيد الولاء طبعا. بيبقى المكان اللي انت موجود فيه، ويمكن دي حاجه كمان الحمد لله الواحد اتعلمها حتى في النادي الاهلي هنا. بنشوف مدربين كبار بتشتغل خارج النادي الاهلي، بيكسب ومن النادي الاهلي او ولاد النادي بيحاول. الاهلي بنشوف يعني قمه الروح والعزيمه ان هو يحاول ان هو يقدم
احسن حاجه قصاد النادي الاهلي، يمكن ديت برضو من الحاجات اللي الواحد اتربى عليها في النادي الاهلي. فيمكن زي ما قلت لحضرتك دي حاجه طبعا بتبقى اثبات ذات، فبتحاول ان انت ان شاء الله تقدم احسن حاجه، فبتتجنب بقى الحاجات الشخصيه ديت على جنب شويه. اه طبعا، وبتبدر دائما لكن انا بتكلم بقى ده مدربك وانت في الناشئين وفي منتخب الشباب وكذا وكذا وكذا، عملت معاه انجاز كبير جدا وليك بالظبط. ذكريات معاه كبيره جدا، لما تشوفه بقى كمنافس قدامك لا بالعكس، انا فرق شايف، السن طبعا وفرق انا الخبره، شايف ان كابتن هو شوقي في حته يعني تانيه. كابتن شوقي طبعا بيبقى يعني هو بيبقى شايفنا، هو فرحان بينا اه ان احنا كنا موجودين معاه واحنا لعيبه، ودلوقتي احنا منافسين ليه. منافسين ليه ومدربين. فيمكن دي حاجه انا شايف ان كابتن شوقي يمكن اكتر واحد هيبقى فرحان في الدنيا بينا، يعني بالمجموعه بتاعتنا. طيب اخبار الداخليه، انت المدرب العام لفريق الداخليه مع كابتن لا، رضا، مدرب مساعد. مدرب مساعد لكابتن رضا شحاته المدير الفني للداخليه، الداخليه عامل ايه بقى بعد الصعود مره تانية للدوري الممتاز؟ بص يعني يمكن الحمد لله الفترة اللي فاتت دي كلها احنا كنا بداية رضا طبعا لما مسك يمكن دخل على يعني القوام اللي موجود من الفرقة مش كبير. اوكي برضه بتتكلم في ان الامكانيات المتاحه الماديه مش احسن حاجه، اللي هي تقدر ما تقدرش ان انت تتحرك طبعا باريحيه ان انت تقدر تجيب لعيبه كتير او لعيبه بمواصفات معينه. لكن من الحاجات الايجابيه اللي احنا يعني اشتغلنا عليها ويمكن رضا اصر عليها، ان برغم قله الامكانيات ديت انت مصر تجيب اللعيب الكويس، اوكي مصر ان انت تجيب لعيبه تنفع تتناسب مع اسلوب شغلك وطريقتك وطموحاتك اللي انت عايز تشتغل عليها. فيمكن دي من الحاجات الحمد لله اللي احنا كنا مركزين فيها اول فتره اللي فاتت، والحمد لله ربنا كرمنا قدرنا يعني لحد ما يعني يبقى معانا مجموعه كويسه نقدر نبدا بيهم الدوري ان شاء الله. شايف الداخلية هيقدر يعني يبقى في وسط سمك القرش اللي موجود، يعني طبعا عدد كبير من الأندية الكبيرة ذات الجماهيرية الكبيرة وذات الإمكانيات المادية وكل حاجة يعني، فعندك أندية كبيرة جدا تقدر نادي الداخلية السنة دي ممكن يبقى موجود، ولا هيتخذ بقى نفس الشكل اللي هو أو الكلمة اللي دايما بنقولها الصاعد هابط؟ لا يعني انا شايف ان احنا الحمد لله احنا محضرين الفرقه بشكل كويس. زي ما قلت لك في البدايه ان احنا الحمد لله بالرغم من برضو قله الامكانيات او ما مش الصرف العالي، لكن كنا مصرين ان احنا نجيب لعيبه كويسه. فانت معنى ان انت تصر على حاجه زي كده يبقى انت بتحضر لحاجه مختلفه، حاجه مش زي ما حضرتك بتقول كل سنه او الصاعد هابط. لا يعني احنا ان شاء الله احنا واثقين في اللعيبه اللي موجوده واللعيبه اللي جت، وانا ان شاء الله باذن الله يعني هفكرك. هو الملعب لوحده صراحة ممكن كمان يعني تتعمل بيه الملعب، لسه هتلعبه في نفس الملعب؟ لا حاليا لا، لسه ما جاتش موافقه كامله. احنا اول ماتش هنلعبه على استاد السويس، ماتش طلائع الجيش. طلائع الجيش ده ماتشكو ولا ماتشوهم؟ ماتشنا، لا ماتشنا ماتشكو انتوا تلعبوه على في السويس. السويس. كويس، احسن من الملعب الصغير اللي هو في ده، كان ملعب صعب قوي انا فاكر ما ان هي احنا يعني المشكلة برضو تتمرنوا إن هناك انتوا تبقى في ترتيبات. فين؟ في لا 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 المشكلة؟ لا لا، احنا بنتمرن في النادي نفسه، النادي في اوكي جيش السويس. اوكي فزي ما بقول لحضرتك يعني لا ان شاء الله احنا عاملين فرقة كويسة، واحنا لينا طموحات واللعيبة عندها دوافع ان شاء هو الله ده. ان هي انتوا بتعرفوا تختاروا كويس على فكره، يعني انتوا كمجموعه انا عارف ان انتوا بقالكم فتره كمان بتشتغلوا مع بعض، بالظبط. وبالتالي قادرين ان انتوا تختاروا حتى لو شويه شباب صغيرين جايبين منهم من هنا او من هنا بالظبط مع لاعبين قد يكون او قد ينظر البعض ليهم ان هم انتهوا خلاص، بتلاقوا بتعرفوا ترجعوهم مره تانية تهيألي يا بالظبط ابو يا زيد. كابتن. يمكن حتى احنا يعني تأكيدا لكلامك احنا معانا كابتن محمد نجيب نجيب طبعا بالرغم سنه السن، ويمكن معظم الناس بتتكلم في حتة السن والكلام ده، لكن احنا يعني الحمد لله احنا شايفين في نجيب نجيب حاجة نجونة. بالظبط، يعني شايفين في حاجة كبيرة جدا، يمكن من اللعيبة يعني القليلة جدا اللي هي تلاقيها بتحافظ على نفسها ملتزمة، بيبقى أحسن حد في التمرين بيشتغل.
فمحافظ على نفسه، فالحاجات دي كلها هي اللي مخلياه يكمل. بيكمل، ومخلياه حتى احنا الحمد لله عندنا ثقة فيه ان هو يكمل بشكل كويس. لا وكمان ممكن واحد زي نجيب كمان، خلي بالك لعب في النادي الاهلي وخد بالظبط، بطولات عنده خبرات يقدر طبعا يلم كبيرة يعني جدا طبعا كويس ككابتن طبعا يعني. طبعا طبعا. لو في كابتن لكن ككابتن للفريق ممكن يبقى له دور مهم بغض النظر عن الشارة موجودة ولا لا في بالظبط النادي، بالظبط لكن هو كابتن، كواحد موجود ككبير في السن وله اسمه وقدرته يقدر يلم حتى الفرقة كمان ولا هو لا. كمان كابتن اخلاقيا لا محمد من حاجه الناس محترمه المحترمة جدا. جدا. ف خلي بالك انا مريت بنفس الظروف دي تقريبا مع حرس الحدود لو فاكر، انا فاكر طبعا نفس الظروف دي تقريبا. انا كنت رايح عندي 35 36 سنه وانا بالظبط كده. رايح حرس الحدود، وكان نفس الفكره اللي انت بتتكلم فيها دي. وحرس عملت موسم كويس قوي انت في ثلاثه، انا الفتره يا بقول كابتن لك بالظبط. احنا خدنا لا كبدايه النادي اللي حرس الحدود خد كاس مصر كيس مرتين بالظبط وسوبر مره، بالظبط فده يعني حصلت، كانت اول مره في التاريخ يخش 3 بطولات ورا بعض في بالظبط يا كابتن. نادي حرس الحدود. فنجيب ممكن من الناس اللي تقدر تشتغل معاكم بشكل جيد. مين الاسماء تانية برضو يا ابو المجد لو يعني بص يا كابتن، احنا يعني احنا معانا الناس اللي يعني معانا 9 لعيبه صغيرين اوكي من اللعيبه القديمه في الفرقه. يمكن يعني كابتن فرقه كابتن سمير فكري، سمير لعيب كويس لعيب كويس قوي بيلعب في الداخلية من زمان. بيلعب في الداخليه بقى له تقريبا 3 سنين، اه فبرضه من العناصر المهمه جدا. معانا طبعا محمد مجدي حارس مرمى لسه جايبينه، اه وموجود رضا السيد، وموجود احمد طارق سليمان جبناه برضو. اوكي. لا في حراسة المرمى اسماء جيدة فالحمد الحقيقة لله. يعني، احمد طارق كويس، محمد مجدي كان بيلعب في الاسماعيلي فكويس برضو، بالظبط. فمجموعة كويسة. فالحمد لله الحته بتاعت حراسه المرمى الحمد لله عندنا فيها المكان الحمد لله ناس فيها كويسه. عندنا الـ يعني معظم الناس اللي جت هتلاقي معظمهم برضو نصير، خدنا نصير أهلي على سبيل الإعارة الأهلي، خدنا ميدو، خدنا وليد مصطفى يعني فوزي. عاملين فرقة جيدة. فالحمد لله يعني زي ما بقولك، يعني الفكرة كلها ان انت بتدور على اللعيب اللي هو عنده دوافع وعنده طموح يقدر يشتغل معاك في ظل برضو الظروف اللي انت موجود فيها. يمكن برضو من الحاجات المقلقة شوية ان معظم الناس ديت دخلت معانا متاخر شويه، اوكي يعني عقبال برضو ما بدات تجمع الناس وبدات الناس تخش في الفرقه. يمكن احنا جمعناهم تقريبا اتجمعوا في المعسكر الاساسي اللي هو ال 15 يوم قبل من قبل دلوقتي. 15 يوم وعندك اسبوع، يعني تقريبا بقى لنا بتاع حوالي 20 يوم تقريبا الفرقه. يعني قليل طبعا بس قليل طبعا يعني يعني على فكرة ان انت تقدر يعني يبقى في حالة انسجام ما بين الفرقة مظبوط. واللعيبة ما بين بعضها. يمكن وقت غير كافي، يمكن احنا كان نفسنا يبقى الوقت اكبر من كده، ماشي، لكن ان شاء الله بإذن الله هتلاقي الامور ان شاء والحظ الله ان الفترة مفيش الجاية وقف كمان في كأس العالم فهتلعب بقى ورا بعض. هتلعب. لا بس ان شاء الله يعني الحمد لله احنا يعني عاملين حالة كويسة ما بين اللعيبة، واللعيبة ميزتها ان هي دخلت مع بعض بسرعة، اوكي فبرضو اللعيبة صغيرة وعندها استيعاب بسرعة سريع. بسرعة، فيمكن الحاجات دي أثرت الوقت شوية في طبيعة الشغل معاهم. يعني ربنا يكرم. أول مباراة مع مين قلت لي؟ طلع الجيش، طلع الجيش. والتانية؟ التاني الاتحاد، والتالتة نادي الأهلي. تالتة النادي الأهلي. تمام. طيب خلينا بقى نروح للنادي الأهلي. كويس احنا هنتكلم على مباراة كمان من المباريات الإفريقية، يعني مش هيكون هناك حرج يعني ان انت لا لا تتكلم عنها، لكن مباريات النادي الاهلي برضو امبارح اول مباراه افريقيه لمارسيل كولر شفتها ازاي؟ او تاني مباراه يعني ذهاب وعوده. بص، يعني يمكن في حاجات انا بقارنها بالفتره الاخيره للنادي اوكي الاهلي والبدايات بتاعته. انا شايف البدايات بتاعته لحد ما بدايات جيده. يمكن الماتش التاني افضل بكتير. شايف من الحاجات اللي انا لاحظتها ان في هدوء جوه الفرقه بشكل عام بين كل اللعيبه. شايف ان الراجل ده برضو عمل حاجات مهمه جدا، ان هو عامل روتيشن مع اللعيبه بشكل كويس. يمكن حتى بانت في المباراه التانيه، عمرو يمكن السوليه عمرو وحمدي فتحي. السوليه وحمدي فتحي وحسين ايوه الشحات فانا اقصد ان هو بدا يعني محتاج ان هو يجهز كل اللعيبه. ويمكن دي من الحاجات اللي كان النادي الاهلي يفتقدها الفتره اللي هي بتاعه موسيماني، فكره ان اللعيبه اللي داخل الفرقه
مش كلها جاهزه بالشكل الكامل. فيمكن الراجل ده انا شايف ان هو حاطط ايده برضه على الحاجات اللي كانت ممكن بتاثر بشكل كبير جدا على الفرقه. ويمكن من الحاجات المهمه اللي عملها زي ما قلت لك تدوير الفرقه وجاهزيه اللعيبه اللي حتى الاحتياطي او الناس البدلاء او الناس اللي بره التشكيل. فيمكن انا شايف ان من الحاجات ديت حاجات ايجابيه في الفتره الاولانيه. شايف الانطباع الاولاني يعني الراجل مع الناس او مع جمهور انطباع كويس. فيمكن حتى البدايات الحمد لله انا شايف بدايات كويسه تبشر ان النادي الاهلي ماشي بخطى كويسه يعني الفتره الجايه. طيب برضه هل من الممكن ان انا احكم على مارسيل كولر ولا لسه استنى عليه قد ايه؟ انا كاهلاوي، واحد اهلاوي، واحد مشجع اهلاوي، ينتظر لغايه امتى؟ بص يعني انت عندك طبعا يعني دي تاني مباراه لي. اوكي. انت محتاج طبعا شويه وقت ان انت الفتره اللي جايه هتلعب دوري في سوبر في دوري مجموعات افريقيا. فهتبدا الماتشات وضغط الماتشات يبدا يظهر تاني. فانا شايف ان لا ان يعني لسه برضو فكره الحكم عليه في الفتره الاولانيه متهيألي هتكون برضو مش واضحه. هي الفترة الأولانية دي بتبقى قد إيه يا أبو المجد؟ يعني أنا عشان أقول إن المدرب ده كويس أو مش كويس، كان بتكلم انا بشكل كابتن عام، يعني مش بتكلم على بشكل كورة. عام كابتن يعني مش اقل مثلا من 6 7 ماتشات بتقدر تشوف هو بيتعامل مع كل مباراه ازاي، بيتعامل مع كل بطوله ازاي. هتشوف هو مثلا هو السيستم بتاعه او النظام بتاعه ماشي في على 3 بطولات ولا لا. هو افريقيا يلعب بشكل معين، في الدوري هنا هيلعب بشكل معين. فده برضو محتاج وقت ان انت تقدر تحكم عليه، ان انت تشوف وتبدا تحلل الراجل ده هيبدا يركز على ايه او هيثبت برضو بتشكيل معين يشتغل بيه في الماتشات كلها، ولا هيبدا زي ما قلنا ان هو بدا يجهز كل اللعيبه وبدا فالحاجات دي برضو محتاجه الاستمراريه. طيب امبارح الجبهه اليمنى، وانت كنت احد نجوم الجبهه اليمنى في النادي الاهلي، محمد هاني خد جزء واكرم توفيق للمباراه الثانيه على التوالي، شفتها ازاي؟ انا شفت ان طبعا رجوع اكرم توفيق فرق كتير جدا في حته اليمين النادي الاهلي. يمكن حل مشكله الفتره اللي فاتت، ويمكن حتى جت بالايجابيه مع محمد هاني. محمد هاني عمل حتى لما نزل عمل وقت محترم جدا، ويمكن اداؤه كان جيد جدا في المباراه. ودي برضو من الحاجات الايجابيه اللي هي فيها منافسه وفيها طول ما انت بيبقى عندك كذا لعيب في المكان لازم هتلاقي اللعيبه اللي موجوده فيه تنافس على التواجد عشان يلعبوا بصفه مستمره. فهتلاقي الناتج افضل بكتير. فانا شايف من الايجابيات اللي حصلت الفتره اللي فاتت رجوع اكرم توفيق مع محمد هاني. فهتلاقي الموضوع هنا فيه استقرار وهتلاقي فيه منافسه كويسه في المركز دوت. يمكن حتى الفترة اللي فاتت زي ما قلت لك كان عندنا مشكلة شوية في الحتة ديت، لكن أنا شايف الفترة اللي جاية إن شاء الله الموضوع هيختلف في الجبهة اليمين. خلاص أنا شايف إن شاء الله هتلاقي الأمور مستقرة يعني. كمدرب يا أبو المجد، لما بتفكر في الصفقات الجديدة تفكر في الصفقات الجديدة إزاي؟ يعني عدد من الصفقات يبقى متواجد، ولا الكم ولا الكيف؟ يعني لأن هو لا هي دي القصة. احتياجاتك يا كابتن طبعا. نعم، احتياجاتك يعني انت بتدور على احتياجاتك. يمكن انا شايف النادي الاهلي السنه دي ما عملش كم صفقات كبيره كتيره، لكن هو جاب احتياجاته اللي هو محتاجها في الفتره ديت. ممكن يكون برضو لسه في عناصر محتاجها يضمها، لكن طبعا ممكن يكون يعني لسه بيدرس لعيبه معينه او محتاج ان هو يجيب حد بمواصفات معينه. اوكي. فيمكن برضو الوقت ما اتاحش ان هو يقدر يجيب حد. لكن انا شايف ان لا، انت بتدور على احتياجاتك الاول عشان تقدر تبني فرقتك عليها. مش الكم، لو مش هتقدر ان انت مثلا يبقى عندك عدد من اللعيبه كويس ممكن تقدر تعمل روتيشن فيهم او تمشي وتدخل. ده بيقلل الاستقرار عندك في الفرقه. فانت بتدور على الاحتياجات والنواقص المهمه اللي بتخش جوه الفرقه.
ودي بتبني فرقة كويسة، وبتبني فرقة تقدر ان انت تنافس بيها بسرعة. وهو ده الأهم. فهو ده الأهم طبعا. أوكي. فلا انا يعني يعني هو التفكير بيختلف يا أبو المجد، يعني بيختلف على حسب الهدف اللي أنت عايزه. يعني الأهلي مثلا بينافس على كل البطولات، فيبقى لازم يبقى إيه بيجيب. يعني مثلا أنا النهارده كنت بتكلم على برشلونة وريال مدريد، برشلونة كسب ريال مدريد في الصفقات، 12 تمام صفقة لبرشلونة وأربع صفقات لريال مدريد وصفقتين ناشئين. بالظبط. لكن في النهاية على أرض الملعب، بعيدا عن النهاردة ريال مدريد كسب برشلونة في الملعب، لكن أنا بتكلم بشكل عام، تحس إن ريال مدريد أتقل. اتقل طبعا يا كابتن. هي فكره ان انت بيبقى عندك قوام الفرقه او الناس اللي مستمره معاك، ادام هي بتأدي بشكل كويس وانت عندك قناعه بيهم وطريقه اللعب بتناسب المجموعه اللي معاك، انت بتبدا تخش، بتبدا انت تجيب الزيادات او بتدخل العناصر الجديده في احتياجاتك او في المراكز اللي هي اللي ناقصه عندك. فده بيدي استقرار كبير جدا للفرقه، وده زي ما قلت لك يا كابتن بيخلي الموضوع بالنسبه لك ما بيبقاش فيه مشكله. حتى وانت بتشغل التكتيك او تشغل فني معاهم، بتبقى الامور بالنسبه لهم محفوظه خلاص، يعني اوكي. بيبقى حافظ شغلك وحافظ طريقتك. فانت مهم جدا ان انت يعني ما تدخلش عدد وخلاص، لا انت لازم تجيب عناصر تناسب المجموعه كمان اللي داخله. ودي حاجه مهمه جدا، وانت بتنقي لعيبه كويسه او بتنقي حد يخش معاك جديد، اوكي. لازم تجيب حد يناسب تفكيرك ويناسب كمان المجموعه اللي هيلعب معاها. تمام. خلي بقى، يعني شايف ازاي بقى الدوري العام المصري السنه الجايه؟ الدوري العام المصري، يعني مثلا الاهلي هيلعب اولى مبارياته النادي النادي الاسماعيلي. الاسماعيلي النادي الاسماعيلي عدد كبير من الصفقات، طبعا عدد مدير فني جيد او اسم كبير في عالم التدريب في مصر وفي افريقيا طبعا تحديدا الحقيقه جاريدو. ف مين تاني كمان من الأندية اللي أنت شايف إن هو من الممكن أن يكون له دور السنة دي بقى في الدوري، مش مجرد تواجد يعني؟ بص يا كابتن، يمكن انا شايف الموسم دوت هيبقى موسم صعب جدا. معظم الانديه استعادت بشكل كويس، يمكن حتى عن طريق الصفقات والفلوس اللي بتدفع في اللعيبه والانتقالات، تقدر تقول ان الدوري مش هيبقى سهل السنه دي. عندك لا انديه كبيره جدا وانديه كتيره جدا، تقدر تقول ان هم برضو هيخشوا المنافسة من بدري. يمكن عندك طبعا نادي الأهلي، نادي الزمالك، نادي الإسماعيلي استعد بشكل كويس وجاب صفقات، بيراميدز. زي ما حضرتك قلت، وجاب مدير فني وجهاز فني كبير. عندك نادي بيراميدز عندك نادي الاتحاد، بيراميدز طبعا، عندك فيوتشر فيوتشر طبعا ماشي بشكل كويس وعنده استقرار سموحة مع طارق فني كويس، العشري، وكابتن طارق العشري الجيش مع طارق، بالظبط، مع كابتن علاء. كابتن علاء. فانت بالمناسبة عندك كابتن علاء هو اللي كان عامل برضو أو هو هي اللي اللي له عامل دور عامل طبعا اشتغل فترات طويله جدا مع داخلية، نادي الداخليه، وحقق معاه نتائج هايله يعني. ده يزود من صعوبة الماتش بالظبط. برضو فانت بتاعته. بالظبط فانت عندك انت عندك مشكله كبيره جدا ان معظم الانديه دلوقتي السنه دي اللي مش هي يعني رايي اللي مش هيبدا كويس هيعاني، اللي مش هيبدأ اللي مش كويس. هيبدأ كويس هيعاني. يعني مش زي كل مرة تقول لا مع الوقت هبدأ أجمع أو هبدأ ألم نفسي، لا أنا شايف إن الدوري السنة دي لو أنت ما بدأتش كويس وبدأت تجمع من بدري، لا المشكلة هتبقى كبيرة جدا على الأندية اللي مش هتقدر تجمع في البداية. يجمع قد ايه بقى يا ابو المجد من وجهة نظرك؟ يعني الدور الاول 25 30 نقطة مثلا؟ بص يا كابتن، يعني انا شايفها صعبة كمان 25 30 نقطة بنسبة يعني 10 ماتشات 10 ماتشات تكسب. يعني انت مش هتحسبه مكسب بس، يعني برضه مكسب وتعادلات، ما هو 10 ماتشات ايه؟ ماشي يعني ماشي. مكسب وتعادلات تقدر تجمع ال 25 بونت، فيمكن برضه تخليك داخل الدور الثاني اهدى شوية. مستريح شوية. تالت لكن تجربتكم مع الجونة في الاول، انتوا يعني هو الجونه فضل ينافس لغايه اخر وقت ليه؟ لانه كان جايب عدد كبير من النقاط السنه اللي فاتت في اولها على ما فبالظبط يا اتذكر، كابتن، يعني يمكن صح ولا؟ بداياتنا كابتن احنا كنا جايبين مثلا اول 6 ماتشات حوالي 14 بونت تقريبا او 16 بونت حاجه زي كده. فانت بدات الحمد لله بدانا الموسم الاولاني مع جونه
تعادل تعادل واربعه مكسب، فيمكن دوت برضو اللي خلى الفرقه تمشي بشكل كويس وخلى الفرقه تلعب برضو الضغوطات يا كابتن في الفرق اللي هي برضو مش كبيره. الضغوطات بالنسبه لها طول ما انت بتكسب المكسب دوت برضو بيريحك، فبيرفع من عندك الضغوطات شويه، فبتقدر تلعب حتى الماتش اللي بعديه برتم بهدوء. اهدى شويه بهدوء، فبتبدا اللعيبه حتى تاخد ثقه كويسه، فتبدا الامور تمشي في الاطار اللي انت عايزه. ما بتبقاش مسربع، ما بتبقاش معمول عليك ضغط الخساره والحاجات ديت. فيمكن زي ما قلت لك مهم جدا ان انت في البدايه تجمع عدنات كويسه عشان تقدر حتى تأدي وتبدا تشتغل باريحيه شويه. الجون من وجهة نظرك ان هو اخطأ ان ساب الجهاز اللي كان موجود بقيادة رضا، ولا شايف ان هم شافوا ان لا، لان هو مشى رضا وبعدين جاب تامر وبعدين تامر مشي بعديها بكام ماتش وبعدين جاب كابتن طلعت بص يا وفي كابتن، الاخر نزل؟ يعني هي كانت في حاجات كتيرة جدا مش مفهومة في الفترة اللي احنا كنا شغالين فيها. حتى يعني فكرة ان نادي الجونة برضو من الفرق من احسن الفرق اللي انت تقدر تشتغل فيها. بالظبط، استقرار الجماهير مالي واستقرار فني وإدارة محترمة جدا، لكن في الفترة بتاعتنا كابتن احنا حسينها من البدايات ان في حاجات ممكن تحصل كده كابتن وانت شغال انت مش مستريح لها، او امور بتحصل قدامك مش حاسس بالاستقرار الكامل اللي هو كان زي قبل كده. فكره ان برضه استعجلوا في فكره التغيير، وانت كنت في وقت او المكان اللي انت كنت فيه ما يديش الايحاء ان انت تقدر تغير في الوقت دوت. فيمكن برضه التغيير في الوقت دوت انا شايف ما كانش موفق يعني بالنسبه لنادي الجونه، ان خاصه ان يعني رضا كان بقاله 3 سنين، يمكن رضا كان بقاله 3 سنين او 4 سنين قبل احنا حتى ما نيجي نروح نشتغل معاه. رضا اشتغل مع معظم اللعيبه اللي كانت موجوده في الجونه، فيمكن كان عارف اللعيبه وعارف شخصياتها وعارف يقدر يتعامل معاهم ازاي. فكانت من الحاجات اللي منجحها رضا مع المجموعه ديت ان رضا ما كانش بيتعامل معاهم كمدرب، كان بيتعامل شويه مدرب شويه اخ شويه صاحب شويه اب. فكانت الامور بالنسبه لرضا، لا رضا كان حافظ اللعيبه وحافظ امكانيات اللعيبه المتاحه، ويمكن زي ما قلت لك ده اللي اثر بشكل كبير جدا في التغيير. يمكن كابتن تامر حتى لما جه بعدينا خد وقت كبير جدا عقبال ما بدأ يخش او صحيح. يتعامل مع اللعيبه او اللعيبه تبدأ تتكيف على الاسلوب. فيمكن ده الفتره اللي اثرت على النتائج واثرت على الفرقه في الفتره دي. طيب اخيرا برضو يا ابو المجد، شايف الدوري من ده خلاص ده فوق، احنا قلنا فين المنافسه فوق وبتاع، لكن من الناحيه بقى من بعد الخامس السادس يعني منافسات شكل يعني المنافسات يعني نقدر نقول مين اللي هيكمل؟ لا يعني دي برضه صعب. كابتن صعبه جدا ان انت تتنبأ لها من دلوقتي. زي ما قلت لك كابتن يعني عدد كبير جدا من الفرق استعد بشكل كويس الفتره اللي فاتت، ويمكن عملوا فتره انتقالات للعيبه او كل نادي جاب احتياجاته، فالناس مستعده بشكل كويس. فتقدر ان انت صعب جدا ان انت تحدد دلوقتي الشكل تحت هيبقى عامل ازاي، او الناس اللي هي ممكن تعاني في الفتره الاولانيه هتبقى مين. لا هتبقى صعبه جدا كابتن الفتره دي. عموما اتمنى يا رب كل التوفيق للدوري العام. يعني انت شايف السنه دي ان في دوري هيبقى حلو فنيا؟ المفروض ان هو يكون كويس، المفروض يعني على جاهزية الفرق واللعيبة والفلوس والإمكانيات الفلوس اللي اتصرفت بالظبط، فالمفروض ان هو يبقى يعني ان شاء الله يبقى يعني دوري كويس. شفت النهارده ريال مدريد، انت برشلونه ولا ريال مدريد؟ ما لحقتش، كان عندنا تمرين. انت برشلونه، تشجع برشلونه كان ولا ريال مدريد؟ لا ريال. كويس، مبروك يعني النهارده مبروك. والناحيه مبروك. الثانيه مانشستر سيتي وليفربول، والليفر طبعا. اتفرجتش برضو؟ لا لا ما بقولك كان ما عندنا لحقتش. تمرين، لا ما لحقناش.
ربنا يعينك ان شاء الله. من يوم الثلاث نبتدي نتفرج على مباريات الدوري، ان وان شاء شاء الله الله تعملوا شيء جيد باستثناء مباراه الاهلي يعني. ان شاء الله تعملوا ان شاء مباريات الله جيده باذن ان الله. شاء الله. كل التوفيق ليك يا ابو المجد، وكل التوفيق حضرتك ربنا لكابتن يخليك. رضا ولكل الحقيقه المديرين الفنيين في الدوري هذا الموسم. انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، شرفتنا ونورتنا. حبيبي يا كابتن اسلام، ربنا يخليك، وانا سعيد جدا كنت معك، موجود معاك النهارده. شكرا الحمد لله، جزيلا شرف النجم جدا. الكبير كابتن ابو المجد مصطفى. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نستقبل كريم سعيد، وايضا هيكون معانا محمد جمال. هنتكلم عن اهم الارقام اللي حصلت في مباراه امبارح، وبرضه نطلع نشوف ماذا قال جمهور النادي الاهلي عن بدايه الدوري العام وانطلاقه الدوري العام للنادي الاهلي ما بين النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي. وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل كريم ومحمد جمال في ضيافه البيت الكبير.